عشق حب وجنون. دائما في ملكة وراثية، في ملكة إحلال، في ملكة انتخابية، وقوم النحل يرقص يرقص بهاي الطريقة. أصغر مربية في النحل بتشوفونها في البحرين، بنت صغيرة. جولتنا اليوم في جنوسان وشغف تربية النحل اللي عمره 30 سنة. تعود دائما أدش على النحل بدون ملابس. أول ما بدأت مشواري ويا النحل تعرفت عليها من مدرسة الدراز الإعدادية. الأستاذ علمني تربية النحل. هاي الطرود نجيبها بهاي الطريقة، يجي عن طريق الشحن الجوي. كل موسم نجيب له 300، أحيانا 200، تقريبا 3000 يكلفنا. الملكة حجمها يختلف، لونها يختلف، مشيتها تختلف، مشيتها دائما الديل يعني يمشي بالأرض. دائما في ملكة وراثية، في ملكة إحلال، في ملكة انتخابية. لا تورث هي اللي تظل يعني مستقرة الخلية. وقت التزاوج خلاص الملكة تفرز هرمون، تتحدى الذكور. أنا بحلق فوق، الذكر اللي يصيدني هو اللي يتزوجني. ما تشوفون إلا النحل يدخلونها يسوون لها مواسم زفاف، ويقوم النحل يرقص يرقص بهاي الطريقة اهتزاز. خلاص إن ملكتنا تزوجت. تخيلي عقب الذكور اللي خفق من الزواج الملكة يرجع مثلا بيرجع إلى الخلية، يطردون الذكور. خلاص انتم ما لنا داعي ليكم، الملكة تزوجت. قبل لا يطردونهم يكسرون أرجلهم، تشوفونهم مفلوتين في الأرض. فهني يسمونها مجزرة الدكور. عملية الدخان إنك تخدع النحل. نحل من يشم ريحة الدخان خلاص يقولون الحرس أو دي يطلقون جرس إنذار، كأن النحلة تقول فاير. إذا ما ندخن عليه بيشغل باله ويانا وبيقعد يهاجمنا. مرة بنتي صارت هلسعة نحلة انتفى خشمها وما شفتها إلا الصيح كذي. وش بابا طالعت في وجهها ما شفت إلا ذاك. ضحكت أنا إن النحلة لسعتها. حتى هي ضحكت كذي يعني قامت هي تصيح وانا اضحك. مستقبلا بتشوفونها ان المرأة اصغر مربيات في النحل بتشوفونها في البحرين، بنت صغيره قاعد اسمها بني. علمني سلوك النحل، شلون الحياه منظمه، شلون الحياه ترتيب. ارتبط جمعة بعالم النحل، هذا العالم المبهر بكل تفاصيله، ويطمح لانشاء مزرعه نحل طبيعيه عند الساحل وتأسيس مركز للبحوث.